في استقصاء بريطاني للسيادة القضائية للدولة الخليفية تم إجراؤه في عام 1937 ميلادية، قام المعتمد البريطاني في البحرين بإرسال برقية مؤرخة في 30 مارس 1937 ميلادية للمقيم السياسي البريطاني، أكد فيها حقائق تاريخية بخصوص السيادة القضائية للدولة في إقليم الزبارة، حيث أوضح للمقيم بأن السيادة القضائية فيها كانت لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الممتد من عام 1869 إلى عام 1932 ميلادية، حيث كان صاحب العظمة يمارس سلطته القضائية بشكل مؤكد. وكان نمط القضاء المتبع في ذلك الوقت تبنى أحكامه على العرف القبلي، حيث أن كل رئيس قبيلة هو الذي يفصل في النزاعات بين أفراد قبيلته، ويكون حاكم الدولة هو المرجع الأعلى للسلطة القضائية. واستمر القضاء القبلي لرعاية الدولة الخليفية في إقليم الزبارة حتى عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، حيث أكد عيسى بن مبارك الكبيسي ما عاصره بنفسه في إقليم الزبارة قبل أن ينتقل مع والده وأسرته بعد العدوان عام 1937 ميلادية إلى البحرين، وأوضح بأن إقليم الزبارة يسكن في محيطه عدد من القبائل التي كانت تعتبر من رعايا حاكم البحرين وتوابعها، وأنهم جميعا يخضعون لنظام القضاء القبلي، حيث قال أن المبدأ الأساسي في الولاء عند أبناء القبائل هو مرجع الاحتكام عند نشوب الخلافات أو النزاعات، وزعماء القبائل المذكورة قد حصلوا على تفويض من حاكم البحرين بحل خلافاتهم داخل نسيج القبيلة فيما كان يتم اللجوء إليه، أي حاكم البحرين، كمصدر أعلى للسلطة القضائية في حال تعذر حل هذه النزاعات. كان التعامل في الأملاك غير المنقولة والعقارات في البحرين وتوابعها سابقة لا يختلف عن أغلب البلدان العربية الأخرى، سواء من حيث التسجيل العقاري أو التوثيق أو شهادة الشهود، وكانت روح الشريعة الإسلامية تظلل هذه التعاملات، وقد كانت العقارات تثبت في المحاكم الشرعية، ويختم القاضي على سند الملكية أو يمنح الحاكم الصلاحية لتوثيق عقود البيع لأحد علماء الشرع الشريف، بحيث يختم الصك أو السند بختمه الخاص. ومع بدايات تأسيس مؤسسات الدولة الحديثة في البلاد، والتي انطلقت من تأسيس بلدية المنامة وانطلاق مشروع التعليم النظامي وتأسيس الشرطة عام 1919 ميلادية، كانت إرادة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مواصلة النهضة الإدارية الحكومية الشاملة في البحرين وتوابعها. ففي عام 1924 ميلادية استحدثت دائرة التسجيل العقاري في البلاد، وجاء ذلك التحديث على شكل قانون من أجل التنظيم القانوني لهذا القطاع، كما قام سمو الشيخ حمد بن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ولي العهد نائب الحاكم وقتئذ بمواصلة الجهود لتأسيس دائرة التسجيل العقاري، حيث قام في 27 أبريل عام 1925 ميلادية بتخصيص ميزانية تتراوح بين 20,000 إلى 50,000 روبية كحد أقصى من أجل تطوير تسجيل الأراضي في البلاد. فتحول تسجيل الأملاك العقارية من قضاة أو علماء الشرع الشريف إلى دائرة التسجيل العقاري. وفي يوليو عام 1929 ميلادية تم إصدار قانون يتضمن مواد مهمة لتنظيم عملية التسجيل العقاري في البلاد، وما يميز هذا القانون بأنه كان شاملاً ومتقدماً في ذلك العصر، وشمل جميع أراضي الدولة سواء في جزر البحرين أو ملحقاتها كالزبارة. واستمرت عمليات التحديث في دائرة التسجيل العقاري في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة،
حيث يذكر التقرير الحكومي لعام 1937 ميلادية نبذة عن دور الإدارة في توثيق ملكيات توابع البحرين، وذكر في التقرير ما يلي: العرب في الزبارة يسجلون حقوقا في ملكية الأراضي لدى حكومة البحرين المتمثلة بدائرة التسجيل العقاري. ولا شك بأن تسجيل العقارات الواقعة في إقليم الزبارة هو جزء من سيادة الدولة الخليفية، ويؤكد بأن دائرة التسجيل العقاري في المنامة تعد من أقدم إدارات التسجيل العقاري بمفهومها العصري الحديث في تاريخ شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وما زالت وثائق الملكيات العقارية في إقليم الزبارة محفوظة في أرشيف جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين حتى يومنا هذا.